بسم الله الرحمن الرحيم. الزيارة كانت زيارة للاطلاع على الأمور عن قرب. هم يعرفون ما يجري في مصر جيدا وتكلموا معنا بمنتهى الصدق والشفافية، وشكرناهم على موقفهم الواضح، لأن الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية هي النائحة الثكلة أكثر من عانى من مرارة الانقلابات العسكرية. أكثر واحد داؤه في شعوب الأرض معنى انقلاب عسكري هي الدول الأفريقية، وبالتالي كان لهم موقف واضح من تعليق عضوية مصر، وأرادوا أن يطلعوا على الأمور عن قرب وأن يستمعوا منا، وقالوا إن شاء الله أن في زيارات أخرى لتفقد المستشفى الميداني والتواصل عن قرب وإطلاعنا بمزيد من الأمور اللي هم يأتوا بها. فهي كانت مزيد من توضيح للأمور وتعميق للمفاهيم، وإديناهم بعضا من ما لدينا من وثائق تثبت دموية وإجرام ووحشية، فضلا عن الخط السياسي فإن هناك انقلاب عسكري وجناية على مسار الدولة وجناية على حرية وإرادة المصريين، واختطافها بأعطيني طائرة عسكرية ومخرج سينمائي أصنع لك ثورة من جديد. يعني كيف تقرأ يعني الرسائل التي بعثتها وزارة الداخلية بعد تفويضها من قبل مجلس الوزراء بفضل الاعتصامات، باقي يعني على معتصم ربعة والنهضة أن يفضوا اعتصامهم، وعلى الجميع أن يعني أن يأمن بيته وأن ما فيش أي ملحقات أمنية؟ وطبعا الأمر ده في أمرين اتنين، اللي بيبص المشهد من بعيد يتصور أن هذه الرسائل وصلت إلى المعتصمين. هي رسالة وصلت برصاصات الدم منذ اللحظة الأولى، منذ اليوم الأول من الانقلاب العسكري وسقوط شهداء وضحايا، وصل الآن تعدادهم اقترب من 500 إلا قليلا، وأكثر من 10,000 إصابة إلا قليلا، رصاصات حية في مواضع الرأس والصدر وأعلى العنق والعنق. فبالتالي اللي عايش في الميدان والملايين اللي نزلت والمسيرات اللي جابت الشوارع في محافظات مصر وإطلاق البلطجية والشرطة في زي مدني والداخلية وإجرامها عارفين الحقيقة، لكن لابد برضو من قليل من الحياء وحفظ ماء الوجه، فيبعثوا عبارات منمقة رشيقة تظهرهم بوجه السلام الذي يخاطب العقل والحكمة. ولكن الأمر ده في أمرين، أولاً القتل مستمر منذ اليوم الأول، هم لم يتوقفوا عن القتل. الأمر الثاني أن قضيتنا مع قادة الانقلاب العسكري، هم الآن يصدرون الداخلية من باب المثل المصري، ضربوا الأعور على عينه، الخسران خسران، فهو عارفين أن الداخلية سيئة السمعة، فلو تم تلويث سمعتها بمزيد من الدماء مش هيضر كتير، لأن اكتشفوا أن فاجعة الحرس الجمهوري ستلوث شرف وتقاليد العسكرية في مواجهة الشعب المصري الأعزل، وبالتالي خدوا قوات الجيش خطوة إلى الخلف وصدروا من بعد مجزرة الحرس الجمهوري الداخلية بعد هذا. فبالتالي الأمر لن يخيل على المواطنين، وإحنا ثابتين سلميتنا مصدر القوة. ليه بنقول العبارة دي؟ أولا مش بالضرورة أن أنا أقنع الجميع بمدى خيرية ونقاء وطهر المسيرات الجياشة منذ أكثر من شهر من أجل أن الدولة المصرية ما ترجعش للكابوس قبل 25 يناير، لكن على الأقل أستطيع أن أفضح الوجه الإجرامي والدموية والبشاعة لهؤلاء الانقلابيين، وما لا يمكن أن يؤتمنوا على هذا الوطن لا العباد ولا البلاد لحظة واحدة. ما يعني هناك أنباء عن اعتصامات أخرى سوف تقام في القاهرة من ألف مسكن ومن مصطفى محمود، ما الهدف من هذه الاعتصامات؟ كلهم هم بعد أفيون الأخوانة ومحاولة تخدير الشعب المصري بالأخوانة، الأخوانة مفاصل الدولة 13,000 وظيفة، السيسي إخوان، وزير الداخلية إخوان، كل هذه الأكاذيب كانوا بيروجوها ثم افتضحت تماما أمام الشعب المصري. الآن بيحاولوا أكذوبة أخرى، مصطلح جديد الربعنة، أن القضية المصرية كلها ربع على العدوية، في محاصرة لجغرافيا مصر ومحافظاتها وميادينها وشوارعها، أن القضية قضية مجموعة عادين في إشارة ربع كما يقولون، وأن يعني أن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإن لجميع حاذرون، فبيجمعوا يعني بكل عتادهم وقوتهم بطشهم. لا، القضية ليست ربع العدوية، قضية كل الأرض المصرية اللي نعيش عليها عيشة كريمة بشرعية بانضباط بدستور بحوار سياسي راقي بمصالحة حقيقية، أو ميتة شريفة تحت آلة البطش، لأن من قتل دون مال مصر العام فهو شهيد، من قتل دون أعراض المصريين من أن تنتهك في أقسام وكمائن وأقبية أمن الدولة فهو شهيد، من قتل دون إرادة المصريين أن تسلب أو تزور أو تخدع فهو شهيد. هذا هو المعنى الحقيقي للإسلام، اللي هو بيحاولوا أنهم يدوا جرعة من التدين العلماني، جرعة مناسبة لتخدير الشعب المصري بأنه إسلام الركعات والتمتمات والتسبيحات، اكتفوا بهذا القدر. أما الإسلام الطاقة الحضارية الذي يغير السياسات والماليات والمعاملات والاجتماعيات نحو الطهر والعفاف والنقاء، هم لا يريدون هذا الإسلام، ولا أي فصيل يقود، ولا أي إرادة شعبية باحتكاك جماهيري تأتي به وإقنعوا بالخطاب العلماني لإسلام
يتم فبركته، لن يتم ان شاء الله تمرير ولا خداع الشعب المصري. القضيه قضيه واضحه لا لبس فيها. اخيرا يعني السؤال الاخير، هناك يعني بوادر من دكتور العوا ودكتور محمد العماره من حل للازمه الرهينه، هل يعني هناك بوادر لحل هذه الازمه عن طريق الشخصيات والقوى الوطنيه؟ بالتاكيد ان الحديث عن افق سياسي مريح للضمير، بالتاكيد عن ان التعاطي مع المبادرات امر يسلج الصدر ويشرحه، خاصة المصريين حاسين أن الانقلاب أوقف الحياة، مش أوقف بس فقط المعاني الطبيعية زي الإنتاج والعمل وما إلى ذلك، لكن افصل الشارع السياسي وكل هذه المبادرات الكريمة عن الشارع الجنائي. هناك جناية على الشعب المصري بالتقتيل والترويع والإرهاب الحقيقي، وهناك جناية على المسار الديمقراطي، هناك جناية عن كيف تستطيع أن تقنع مواطن أن يقف في صندوق وهو يرى الآن استخدام وتوظيف كل، وأقول كل ولا أستثني أحد، كل أدوات الدولة من أجل الإنقلابيين. هل يمكن أن تثق في نتيجة أي أمر آخر قادم ديمقراطي وأنت الآن ترى جرعة فائقة الحد متجاوزة لكل المعقول من الكذب والدجل والتضليل؟ وأتذكر في هذا المقام كلمات رئيس الجمهورية، اوعى الثورة تتسرق منكم بأي حجة، الحجة كتير والصحرة كتير والتحدي كبير، ونحن قابلنا هذا التحدي حتى لا نعود خطوة مرة أخرى إلى اللصوصية، إلى الفاسدين، إلى الذين أجرموا في حق الشعب المصري والذين يتصورون أنهم يمكن أن يقتلوا أحلام البسطاء من المصريين الملايين التي خرجت واختارت من تريد من أجل أن يعبر عنها، يحاولون الآن إفساد هذه الإرادة والعودة مرة أخرى بالحزب الوطني المنحل وكل إجرامه وممارساته، مع استفادة من وجاهة الجيش المصري وحب المصريين للجيش المصري في انحياز سافر إلى فصيل فشل في كل استحقاقات الانتخابية وباع الثورة وباع مقدرات الشعب المصري.